جددت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقوفهم ودعمهم لرئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة. وأشار بيان صادر عقب اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف اليوم، أشار إلى أن المؤتمر يجدد التزامه ووقوفه إلى جانب الشرعية الدستورية من أجل تحقيق مصلحة الوطن وتنفيذ كافة مهام المرحلة الانتقالية الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني. وقال البيان إن أحزاب التحالف نأت بنفسها عما وصفته بالصراع الدائر بين التجمع اليمني للإصلاح وأنصار الله أو الاصطفاف إلى جانب أي منهم ضد الآخر، وقدموا مبادرتهم من أجل إنهاء ذلك الصراع وإيجاد مخارج سلمية وواقعية لحل الأزمة التي شهدها الوطن نتيجة ذلك الصراع والسياسات الخاطئة لحكومة الوفاق. وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفهم لما أسموه الحملة التحريضية الإعلامية والسياسية الممنهجة التي تستهدف المؤتمر وقيادته. ومعنا للحديث حول هذا الموضوع الناطق الرسمي باسم أحزاب التحالف الوطني عبد الجندي. أستاذ عبد، مساء الخير. مساء الخير والعافية. بداية، البيان الصادر اليوم يؤكد دعم المؤتمر وحلفائه لرئيس الجمهورية الذي يعتبر الأزمة أصلا الحالية أنها بين الدولة والحوثيين، وتعتبرونها أنتم في التحالف بين الإصلاح والحوثيين. أليس ما تقولونه أنتم يناقض ما يقوله الرئيس بشأن طرفي الأزمة الحالية؟ أولا، المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني لم يكن يوما من الأيام ضد رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية هو النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام وهو الأمين العام للمؤتمر، وبالتالي فإن بيانات المؤتمر المتسلسلة كلها كانت في هذا الاتجاه. وفرق يعني كبير جدا بين تأييدنا لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبين ما يدعوننا إليه البعض، التحالف مع الإصلاح أو التحالف مع الحلول. هذه تحالفات تحددها سياسة الأحزاب حسب قناعتها وحسب مواقفها. نحن حتى الآن نعتبر أنفسنا يعني مسؤولين عن دعم فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتمكينه فعلا من التوصل إلى الحلول لهذه الأزمة التي سوف تؤثر وتؤدي إلى حرب يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد. ثانيا، المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال داعم رئيسي للشرعية الدستورية، ونشعر بأن رئيس الجمهورية هو يمثل الشرعية الدستورية لأننا أيضا انتخبناه كرئيس لهذه المرحلة، والتزامنا إلى جانب الشرعية الدستورية لتحقيق ما تبقى من مهام المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات يعني طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن. يعني هنا فعلا نحن نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ونلتزم بكل المهام التي يملقى علينا. سيد عبدو، أيضا نحن ندعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب. عذرني على المقاطعة سيد عبدو، ولكن أنتم شركاء في حكومة الوفاق وتستحوذون على ما نسبته 90% من مؤسسات الدولة، وكنتم أيضا ممن أقروا الجرعة، والآن تتقدمون بمبادرة لحلحلة الأزمة. ألا يبدو في ذلك تخبط في سياسة المؤتمر؟ هذا ليس تخبطا، الحكومة هي اتخذت قرار غير مدروس ولم تحسب عواقبه، وبالتالي نحن مشاركين في حكومة الوفاق بدون شك كما قلت 50%، لكن هذه الجرعة فاقت كل ما هو متصور عن الجرعة وأحدثت أزمة كبيرة جدا، ليس فقط في يعني أوساط الشعب، حتى في أوساط القواعد الحزبية التي تنتمي إلى المؤتمر الشعبي العام أو إلى غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية، والتي التقطها الحوثي بذكاء كبير جدا وحقق ما حققه من المكاسب السياسية. بالتأكيد نحن عندما نقول أنه ليس هناك تحالف بيننا وبين الإخوة في أنصار الله، لا يعني هذا فعلا أن أنصار الله يعني حالة استثنائية وبالتالي هي مرفوضة ومتمردة على الدولة. ما هي الدولة الآن تحاور أنصار الله، وأنصار الله أصبحوا قوة لا يستهان بها، وبالتالي نحن ليس لنا تحالف معهم وبيننا وبينهم حروب سابقة، لكن هذا لا يعني بأنه نحن نتخذ موقف خاص عدائي، نحن لا نتخذ موقف عدائي لا مع الإخوان المسلمين وتجمع اليمني للإصلاح ولا مع أنصار الله، لكن دعونا إلى مصالحة وطنية تلتقي فيها كل هذه الأطراف
وتتفق، لأن دعوة رئيس الجمهورية هي إلى مصالحة وطنية تؤدي إلى اصطفاف وطني لا يستثني أحد ولا يكون موجها ضد أحد. أستاذ عبدو الجنادي الناطق الرسمي باسم أحزاب التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك.